فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من ينكر وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يجب تأديبه ومنعه من هذا، ومنع هذه الفتوى، لأن النقود، لأن الورق النقدي ما حكمه حكم الذهب والفضة، لأنه يقوم مقامه، نعم، يجري فيه الربا ويجري فيه، تجب فيه الزكاة، نعم.